بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. قلنا السورة دي ذكرت فيها عدة أمور، منها قوة المولى في الخلق والسلطة والعلو، وكذلك قوة الله مذكرة بعدة آيات مفرقات، وكذلك ذكر ربي سبيل المجرمين كيف أهلك القرى الباغية المتمردة على أوامر الله. ونعرفكم سيدنا نوح عليه السلام، طوفان قوم سيدنا هود عليه السلام، تقريب صيحة سيدنا صالح، كيفاش كانت أمرهم، 9 مفسدين و10 مفسدين، كيفاش كانوا هما بداية انتقام رب العالمين، ونهاية فرعون وآل فرعون في مقدمتهم الكلب هامان والكلب اللي يسبقهم قارون. وانت ماشي عندك ما تسمع من كلام الله العزيز، وخاصة في هذه السورة تعرف نهاية الكرب اللي لم يعودوا إلى الرب، مش يكون على نمط هذه النهايات المفزعات الشديدات، نسأل الله السلامة.